اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حكايه حكايتنا النهارده عن احد العقائد التي يؤمن بها اخواتنا الكاثوليك وترفضها الكنائس الارثوذكسيه كلها وهي عقيده انبثاق الروح القدس من الاب والابن والمعروفه باسم الفليوكي كلوس اخواتنا الكاثوليك بيرددوا في قانون الايمان نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الاب والابن وعلشان نفهم الموضوع ده محتاجين نجاوب على السؤال كيف تم تحديد العلاقه بين الروح القدس والاب انها علاقه بساق السؤال ده ابتدى يظهر في القرن الرابع الميلادي مع مشكله منكري لاهوت الروح القدس او المعروفه باسم بدعه مكدونيوس اسقف القسطنطينيه. البدعه دي ناقشها مجمع القسطنطينيه المسكوني سنه 381 ميلاديه واباء المجمع ال 150 اسقف ردا على البدعه ضافوا النص التالي في قانون الايمان او النص الثاني طبعا من قانون الايمان وقالوا من اول نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب لحد اخر قانون الايمان وهنا اباء المجمع حددوا علاقه الاب بالروح القدس انها علاقه الإنبساق وده متاخذ مباشره من قول السيد المسيح له المجد في انجيل يوحنا 15 26 لما قال ومتى جاء المعزي الذي سارسله انا اليكم من الاب روح الحق الذي من عند الآب ينبصق فهو يشهد لي وأنا سيد المسيح وضح أن الابن يرسل الروح القدس زمنيا بعد صعوده بينما الروح القدس منبصق من الآب قبل كل الظهور أو فوق الزمن طب إيه الفرق بين الولادة والانبصاق قديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات قال ده سر فوق إدراكنا ومعروف كمان أنه مجمع القسطنطيني المسكوني بتعترف بيه الكنيسة الكاثوليكية إلى جانب مجمع أفس المسكوني سنة 431 اللي بعد ما أقر قانون إيمان مجمع نقيا والقسطنطينية قال في أحد قراراته الإدارية إنه اللي يضيف أو يحذف حاجة من قانون الإيمان يعتبر محروم. لكن المشكلة ابتدت في أحد مقاطعات أسبانيا في القرن الخامس الميلادي. المقاطعة دي كانت لسه أريوسية في الوقت ده وفي محاولات لإرجاع أسبانيا للعقيدة السليمة البابا لون الأول بابا روما بعت رسالة لأسبانيا وكان فيها شرح لإمكانية انبساط الروح القدس من الآب والإبن كتأكيد على لاهوت السيد المسيح طيب الخلط ده راجع لسبب لغوي في اللغة اللاتينية لأن كلمة ينبصق وكلمة يرسل هما كلمة واحدة في اللغة اللاتينية اللي هي كلمة بروسيديري على عكس الإنجليزي واليوناني اللي فيهم كلمة مختلفة بتعبر عن الإرسال اللي هي سند وانبساق بروسيد وبعدين لما اسبانيا ابتدت ترجع للعقيده السليمه عن لاهوت المسيح في القرن السادس الميلادي عملوا مجمع اسمه مجمع توليدو الثالث سنه 589 ميلاديه برعايه الملك ريكارد ملك اسبانيا وعشان ياكدوا لاهوت السيد المسيح فضافوا في قانون الايمان لفظ والابن بالنسبه لانبثاق الروح القدس فكده حسب فكرهم انه بما ان المسيح مساوي للاب في اللاهوت فالروح القدس زي ما بينبثق من الاب ينبثق من الابن الاضافه دي في الاول ما لقتش ترحيب في الكنيسه الغربيه ولكن الموضوع ابتدى يكبر وينتشر بالتدريج في اوروبا لحد ما وصلنا لمجمع تاني اسمه مجمع فريولي في ايطاليا سنه 796 ميلاديه المجمع ده اقر نفس الاضافه على قانون الايمان لكن لحد اللحظه دي ما كانتش اضافه رسميه لكنيسه روما لحد ما وصلنا لسنه 1014 وبالتحديد في قداس تنصيب الملك هنري الثالث في روما في حضور البابا بنديكت الثامن بابا روما اتقال قانون الايمان في الليتورجيه وفي جزء انبساط الروح القدس من الاب والابن وما دامت الف في الليتورجيه في وجود البابا كده اصبحت اضافه رسميه لما وصل الخبر لبطريرك القسطنطينيه الخلقدوني في الوقت ده رفض الامر تماما لانه زي ما ذكرت مخالف لقوانين مجامع المسكونيه ومع بعض الخلافات الاخرى ما بين روما والقسطنطينيه فرح بطرك القسطنطينية كان اسمه ساعتها مايكل كوريليوس واخد قرار بقطع الشركة مع بابا روما وحرمه سنة 1054 ميلادية واللي كان في وقتها البابا لاون التاسع البابا لاون التاسع رد الحرمانية كمان لبطرق القسطنطينية فاتقسمت الكنائس الخلقدونية سنة 1054 لقسمين كنائس الأرثوذكسية الشرقية أو الرومان أرثوذكس في الشرق وبينما كنيسة روما لقبت نفسها باسم الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة الجامعة. في العصر الحديث وفي عصر البابا يوحنا بولس الثاني بابا روما اتقر قانون الإيمان بالصيغة الأصلية في وجود بطاركة كمان من الروم الأكسوزوكس أكثر من مرة. على سبيل المثال مثلا سنة 1987 في مناسبة ثانية سنة 1995 ومناسبة ثالثة سنة 2002 وده بيعتبر بداية كويسة قوي ومؤشر ان الكنيسة الكاثوليكية عندها نية للحوار عن هذا الموضوع جدير بالذكر كمان انه سنة 2014 مضت كنيستنا القبطية اتفاقية مع الكنيسة الانجليكانية في انجلترا عن انبساط الروح القدس من الآب وده بيغير موقف الكنيسة الانجليكانية اللي كانت على نفس الموقف الكاثوليكي من ساعة انفصال كنيسة انجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية سنة 1534 ميلادي ودي كانت حكاية انبثاق الروح القدس من الأب والابن استنونا وحكاية جديدة وحلقة جديدة من برنامج حكاية